اللهم إني أعوذ بك في هذا الشهر الفضيل العظيم من كل ذنب يحبس رزقي أو يحجب مسألتي أو يبطل صومي، واغفر لي وأعطني ما لا ينقصك في هذه الليلة، فإني فقير إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل رمضان شهر توبة الدائمة وطاعة الغانمة، ووفقني لأكرمه بنفس صائمة وصلوات قائمة وأخلاق زاكية ومعاملة رحمة، وهبني فيه لذة الصوم والعبادة واجعله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه على الوجه الذي ترضاه برحمتك يا. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أن تغفر لي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان، اللهم حبب إلينا فيه الإحسان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وحرم علينا السخط والنيران.
اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدورنا بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان، وأغلق عنا فيه أبواب النيران، ووفقنا فيه لتلاوة القرآن. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. الصيام جنة وحصن حصين من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين.